في 1520 ومن بعد سقوط الأندلس أصبح المغرب مهدد بأطماع عدة دول قوية، ومنها الإسبان والبرتغال من الشمال والعثمانيين من الشرق. وبالأخص المغرب تعيش في ذاك الوقت حرب داخلية بين بني الطاس والسعديين اللي صعد نجمهم من الجنوب، وعليها قررت جميع الإمارات الشمال اللي تابعة لحكم المطاسيين تتحد بعضها، وتوجد هذا الاتحاد بزواج الأميرة الحرة بنت علي بن راشد حاكم الشون بالشيخ محمد المنظري قايد تطوان في ذيك الوقت. ومن هنا بدأت القصة. قلتيش لي على ولاد خال كيف جاوك؟ يا هاد البنت الله يهدي العالي مكسور بالغرام والشاون كلها عارفه قصته مع الحره. قبيله وانا حاس بشي حد تبعني. اسكت. اللي خرجنا من تطوان وانت تابعنا. اللي وصلت معاك. خاصنا نصاوبوا طريق سريه ما بين الشاون وتطوان، ندوزوا منها وندوزوا سلاحنا. وصلتي على داكشي كله بالحرف بالحرف. بالحرف منطق طاق. السلام عليكم. السعديين هجموا على القلعه في الشاون. قتلوا الناس كلهم اللي فيها. شكون جاب لكم هذا الخبر الكحله هذه؟ شكون جاني مرسول من الشاون؟ سير جيبوا لي لهنا. شفتيش واحد الراجل بحال هكا هنا؟ فين مشى؟ كنحس بان مواسي قطعوا لي في كرشي. يكثر بيا اللي في كرشها ما وقع لها والو. حالته ما كتطمنش. سير المنظري؟ المنظري ما تخبي عليا والو. خليتهم صحاح في صحاح. هذا الخبر ما عنده اساس من راس. ليلا هاني شفت لك الفطور اللي كيعجبك. ما عنده منين يدوز. لا واهلا لا هادشي راه ماشي مزيان ليك وماشي مزيان حتى لهداكشي اللي في كرشك. من الصباح ما طاحت مطحون ترحه في كرشك واخا غير تبزيز عليه. باقي ما قديتش نصرت ديك الخلعه واقفه ليا في حلقي. شكون مول هاد الفعله؟ وشكون ليلا من غيرها؟ وعلاش نحسد؟ انت حبله وهي لا. هي ما كرهتش هذاك الشيء اللي في كرشك كاع يطيح. يمكن تكون هي، ولكن ما عندنا حجه عليها. وعلاش لالا ما تقولهاش لسيد القايد هو يعمل لك الحل بينك وبينها؟ لا خلي سي المنظري بعيد. هادي حرب النساء وما يقد عليها غير النساء. أو فكرتيني ما عاودتش ديك شنو طرا ملي فقت من ديك الحلمه. لا ملي فقت لقيت راسي كنعيط على العالي والعمي. ايوا وجهو تبدل. ياك ما وصلاش شي حاجه ملي مشى للشاون. ايوا لالا سيد القايد ما كيعرف حتى حد في الشاون. ما عرفتش لالا هاد القصة طويناها وماتت. أولا انتي مازال كتخمي في ولد عمك دادا؟ فين خليتي سيد المنظري؟ سيد المنظري خليته مع با المداني كيحجم ليه. وانتي إلا ما فطرتيش غادي نعيط على با المداني غيحجم لك حتى انتي. سمح لي يا سيدي نقولك راك غلطتي وفرطتي ما سمعتيش كلامي. انا درت اللازم باش ندير لك جبيره سخونه لعظامك وانت خرجتي في هاد الليالي. واش شنو وقع لك؟ بحال ما درنا والو، بحال كنكبو الماء في الرمله. المدني بركه وما تزيدني نقيرك. تكمل لي على حالتي صافي. اسمح لي يا سيدي لا غلط هادي زلت اللسان واللسان ما فيه عظم. بصراحة راك عزيتي عليا. ايوا بصراحة هكذا جات والحمد لله اللي ما جات لي شي في ولادي يتخصوا ولا يتحزوا
ونخليها لهم في قلبهم كيا. وانا مازال كنقول عندي الصحة ومازال قادر ويمكن لي ندير داكشي اللي ما كيديروه الشباب كلهم. لا سيد القايد وهادي ما بغيتها لكش. واش كتظن المرأة كتبع الراجل غير على غير على الشجاعة ديالو وعلى الشباب ديالو؟ بالعكس المرأة كتبغي الراجل مرزن، كتبغي الراجل اللي جايل في الدنيا وعارف حق الدنيا، وكتبغي الراجل اللي كيحسها بأنها مرأة. تا كي كيقولوا سيادنا الراجل كيعشق بعينيه، المرأة كتعشق بودنيها. بحال كدابا انت سيد القايد، المرأة راها محتاجك تعوضها بالحنان ديال باها اللي فقدات، ومحتاجك تعوضها وترعاها وتحضيها اكثر من خوها، ومحتاجك سيد القايد باش تحسها بانها هي احسن مرأة اللي عندك في قلبك، ماشي بحال شي ناس كيبدا يوكلوهم في كرشهم ويشبعوهم في حياتهم وتيحسبوهم غادي يملكوهم. بالعكس المرأة راه بحال شي حبيق لا تسقيها مرة مرة، فاش كتسقى كتنور، وغي كتنور كتعطي العين والزين ديالها كله كتخرجو. باش كتسقيها بالكلمة الزوينة بالحنان والحب والكلام الرزين وكلام الموزون، وتشعر عليها وتقول لها الكلام اللي يرضيها. ايوا انت مول الخير ساعه ساعه وتفكرها بشي هديه. ما هي ما تيهمش ثمن الهديه، شنو اللي تيهمها هو هادشي اللي درتيه، لان الشي اللي تشهيتيه ليها عطيتيه لها بخاطرك. ولا مشات حتى حسات بيك كتخاف عليها وكتغير وكتبغيها، راه تديرك اسد القايد في قلبها وديرك تاج فوق راسها قدام الرجال. واو ما قلتي عيب المدني، وغي ما تنساش انني راجل قضيت حياتي كلها في دق السيف وفي الحرب. اما الشيء ديال الشعر والملحود انا ما نعرف ننظمه. بالحق الهدية نقدر، ولقيتيني كنفكر في شي هدية اللي تليق ليها، ولكن مازال حيرا. شكون اللي محيرك يا سيد القايد؟ اذا كانت غير الكلام الموزون غادي نديك عند واحد المعلم ملاحني من الطراز العالي، تسمع الكلام الموزون والكلام المرصح. ايوا غادي نطلب له نطلبوا له يكتب لك شي جوج قصيدات ولا شي ثلاثه في خاطرك يا سعاده القايد. اما الهديه تبارك الله راه بخميرك. ايوا غير انا وكانت شافني انا غير كنقول تدي لها شي حوالق كبار ديال الذهب يضرقوا لها العنق، ولا شي خاتم ذا الرومان كله عامر بالجوهر والياقوت. وكتعرف العيالات كيعجبهم الزواق ديال الدب في يديهم وفي عنقهم. إلا الحرة ما خصها لا ذهب ولا حجار، هي كبرة في العز، وانا خصني نلبس ليها شي لبسة اللي ما عمر شي مرة لبستها. وتبارك الله ربي حتى هي راها بخيرها. ولكن عندي واحد الحل، كان عارف واحد اليهودي خراز بسويقة، مش غادي نقول لك سيدي، والله ما كيدير لك شي شرابل لا يتبيهم زمان، ولكن كلهم تحت الطلب، والله ما كيديهم غير دوك الناس غير دوك والناس اللي ميسرين ولاباس عليهم. المهم داك الشربيل الزواقة ديالو فاسية، سقلي الحر جاي من الهند، حتى الجلد ديال هاد الشربيل ديال السبع جايبو من السند. اما التبطين ديالو يا سيد القايد كل حرير ديال الصين. ما نحلفلكش والله غير داك الخيط باش جاي يخيط، اما كيجيبو غير من الاناضول. ايوا هاد القضيه الشربيل تخميمه مزيانه سيد القايد، أمر وانا ننفذ، غير انت اطلب وكل شيء يكون حاضر. نعم.
فوت يلا عدوي تلقي. من بعد ما خرج من عندها خليت الحجة بالمدني مشى لعنده. اتغديت اتغديت شفتي مشى لعندها هي الأولى، ودابا جا زارها تاني هي الأولى، ومن بعد عيط على السي المدني باش يتقاد ليها. وانا شنو لي؟ الله لك الله ونيستي لك الله. كولي كولي اللي ما مات علاش بعله لا يرحمه. وانا يا مالي بهذا الفرصه كاع، ها ما ضاعت صحته، ها صحته هي اللي دايما ليه. عندك الحق. حلال 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 ونيستي حلال، هاكي هاكي شربي شربي شربي. هذوك اللي ما يبغيك ان شاء الله. سير عيطي للسي المنظري باش يعيط لي على الحكيمه. واخ اجي. المغصى سير عيطي لي على الخدير، هو 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 اللي غادي يعيط ليه يقول لها ليه. واخ سيدي وا خصك تنوض الحجامه ساليناها والدم الخبيث راه حنا زولناه، ودابا ان شاء الله غادي يطلع الدم من نقي في وجهك. غير انت خصك ترتاح شي شويه حيت الحجامه كتعني وكيتسرخاو العظام. يا واش عندك؟ حنا بغينا ينوضنا ماشي عينا. اخر هذه المره هذا الشيء، اما من بعد والله ما تحس بواحد الراحه وواحد النشاط. يا سلام. سي المنظري اسمح لي، ياك ما جيت فشي وقت ماشي هو هذاك. لا جيتي في وقته مدني، الله يجازيك بخير. قلت تمشي خلينا لك الراحه سيدي والصحه والامان. كي تتحس دابا شويه؟ لا كنحس مزيان، غير هو من العام للعام اللي كنحس براسي تزير عليا وتقال كندير الحجامه باش كتخفف لي على راسي شويه، حيت عارفه مشاغل وتخمام. ايوا قل لي، ياك انا مرتك وبير سرك شنو شاغل بالك؟ انت اللي شاغلاني، غير انا كنقول يمكن مقصر ما مفرلكش اللي بغيتي باش تعيشي كيف بغيتي معايا. حاشا ما خليتي خاصني حتى حاجه، بارك عليا نكون تحت ظلك وحميتك مني. لكن كنقول يمكن الزواج ديالنا جعل بغتها، وانتي يمكن كنتي كتحلم بشي شاب قريبك في العمر وكنتي باغيين تعاشقوا وتحبوا وتعرفوا بعضكم. هادشي في الاول وفي الاخر غير مكتب، وغير تهنى من جهتي يا مولاي. كنحلم غير نشرف عائلتي ونقوم بواجبي معها. سيدي مولاي لا فتح الزهر طاحت مريضه وطلبات الحكيمه تجي تشوفها. تالي جات سير جيب لها الحكيمه وجيب لها اللي خاصها. عمرك مولاي أنا نخليك ترتاح وتمشي تطلع على لالة فاتحة. وأنا اللي خاصني اللي يطلل عليا، وأنا بغيتك تبقاي حدايا. اسمح لي ما نقدرش، معولاً نمشي الحمام. إوا ديري اللي بالك سيدي.